اي نعم سبور على الراديو مسك، كيما اتربناكم بالموسيقى باش نعيشوكم عالم الرياضه من الاثنين للجمعه من 11 لنص نهار ونص مع دريم تيم بقياده اسلام المدب، وين تلقاو تحاليل موضوعيه اكتواليتي حوارات ونقاشات. راديو مسك، احنا الموسيقى واحنا سبور زاده. تحية لكم الناس الكل، أهلا بكم في موعد جديد من سبور ميكس. في موعد وخرنا شوية اليوم، نعتذر على التأخير هذا باش نحكيو على آخر مستجدات في الساحة الرياضية في تونس والخارج مع ضيوفنا اليوم يحضر معنا في البلاتو ذاكر الواتي. مرحبا. مرحبا بك سلام، مرحبا بالحضور. أيضا مختار طرابلسي، أهلا وسهلا. مرحبا سلام، مرحبا بكل الحضور والمستمعين. أنيس العياري، أهلا وسهلا بك. مرحبا سلام، مرحبا بالحضور. صباح الخير سلام، مرحبا بالناس كل، وتحيه للساده المستمعين. مرحبا بك عبد المجيد. دونك باش نبداو الحصه نتاعنا والمواضيع نتاعنا اليوم. تالق البارح شفناه للاعب الدولي التونسي علي العابدي في المواجهه قدام الكبيره اللي كانت قدام فريق باريس سان جيرمان. باش نحكيو بعد شويه على المنتخب التونسي ومعتز الزدام، اخر تفاصيل وتطورات عودته للفريق ومتابعه خاصه القرعة اللي قاعدة تصير في اللحظات هذه، قرعة الشامبيونز ليغ الافريقية وكذلك كأس الكونفدرالية. باش نبدا نحكيو على علي العابدي والتألق نتاعو في البطولة الفرنسية. باش نبدا معاك انت يا نيس، لعبت قبل في فرنسا في فريق لوريون، مش سهل انك تفرض روحك في بطولة بحجم فرنسا، برشا الملاعبية في تونس ما يشحوش، خلينا نكونوا واضحين في التجربة هذه. علي العابدي ما عندوش برشا في الليك ان، لكنه البارح شفناه كأنه عنده اكسبيرينس بتاع سنين. هذا كل اللي عملوا علي العابدي هو راهو ثمار نتاع خدمه نتاع ساكريفيس نتاع برشا تعب. علي البارح تفرجت فيه الماتش، ماتش يتقرر الحقيقه سي لو بلون تكتيك، ثم نضج كبير برشا من الملاعبي، ياخذ انيسياتيف سي لو بلون اوفنسيف، عنده كاريزما ويطلع وما يخافش. خفت عليه و ديبيو دو ماتش معناتها وقت اللي تضرب قلت باش يغادر، لكن الجرينتا والروح اللي فيه خليته يكمل الماتش. ماتش كوريكت على الاخر في مستوى عالي الحقيقه، مع ديمبيلي اللي كان في الكولوار نتاعو، مع حكيمي عرف كيفاش يوقف حكيمي وخذ عليه بريسك لي دويل كل في الان كونتر ان. فرحان له برشا حتى في البونت، والحقيقه انا كنت في القهوه نعم في تور حرامي طيشت الرامي وقفت صفقته، معناتها القهوه كامله صفقت له. لهنا نحب نقول انه راه وقت اللي ينجح علي العابدي اونور تونس، اونور كل تونسي، لانه الانتماء جانبا. لكن علي العابدي البارح الحقيقه تحس حاجه مستك، روندمون يشرف الكره التونسيه، ملاعبي ما شاء الله عليه، عنده من الذكاء اللي يخليه يلعب في الليغا. الليغا اللي قلت انت سلام ماهي سهله، صحيح ماهي سهله، مستوى عالي جدا سو لو بلان اتليتيك، معناتها بطوله محترمه محترمه جدا. لكن علي العابدي الي لا، وان شاء الله يكمل هكاك. والحقيقه الكل ذي رجع بالمنفعه على المنتخب، لانه علي العابدي اليوم ولا بيس متريس في المنتخب، وسو لو بلو اوفنسيف ولا ديفنسيف، خاطر علي العابدي كيريته البارح سو لو بلون اوفنسيف خفت عليه في الكوفرتور. الحقيقه كل ما يطلع عاود يرجع يعمل الكوفرتور نتاعو، اكد انه علي قاعد يخدم وان شاء الله ربي يجيبه في الصواب. أنيس، خلينا نعرف علاش الملاعبية التوانسة ما ينجحوش قليل وينجحوا في الليك آن في فرنسا. أنت مثلا من تجربتك الخاصة مع لوريون في تركيا كنت ألقت، في فرنسا أصعب شوية. أصعب برشا مش شوية، لأنه هنا ولا قمامدية ولا ما أنت نعرفش ثم ملاعبية تعدي، وكيما زياد زاد كيف كيف في تروا، نذكر كيلكوزان اللي ما مشيتش الموفر في فرنسا. الحقيقة علي العابدي ربح برشا وقت، خذا اشواط علينا باش نجح، لانه تعدى بمراحل كبيره وخدم في الليغ 2 وتعدى بظروف، واليوم ظهر في الليغا مش من فراغ. قلت لك احنا الحقيقه معناتها اللي يحب ينجح لازم يكون على مستوى عالي، على المستوى الذهني، على مستوى التدريبات لازم يكون منضبط، لازم الريكوبيراسيون نتاعو. ليغا مش حاجه سهله، وكنت موجود غاديكا من الاول، كنت نتصور انه البطوله يعني عاديه، تنجم تلقى الريتم، تنجم تلقى روحك فيها. لكن من بعد كي تقرب وتشوف الريتم وتشوف لونجاجمون وتشوف الديسبلين تكتيك وتشوف البطوله هذه، تمن يزمك تقوم بكري ويزمك تخدم ويزمك تضحي باش تخلط تعم بيرفورمانس في الليغا. نقول برافو لعلي العابدي، برافو. مجدة، الشيرة اليمين نتاع باريس سان جيرمان قوية برشا، فيها ملاعبية كبار، فيها حكيمي كما كان يحكي أنيس، فيها ديمبيلي أيضا، لكن علي العابدي البارح شفناه دفاعيا وحتى هجوميا كان جاهز.
ساعة سيستيم تاع 3-5-2 اللي لعبت بينيس البارح عن بيدي تفرج في المقابلة وين مبرشة عليه عطاه الحرية باش يطلع ويتقدم والهدف اللي سجله معناها سير كورنير ودوزيام بال بون ضربت في عريير ودخلت معناها البوزيسيون تاعو ريتها تريز افونسي سي لو بلون اوفونسيف هذيك ديجا خدمة في تتعمل او نيفو معناتها دي زونترينمون ثم لو ريبلي تاعو يشد الكولوار وقت يبدا ديمبيلي ولا حكيمي طلع فما كرة حكيمي يتخلى بها حتى الاخر خلط عليه وخرج له كورنير الباساج نتاع علي موديل علاش موديل لان كنشوف لي ساكريفيس اللي عملهم ومعناها لاسونسون جاتو في اخر ممكن في الاخر وقت عمره حتى طويله 30 معناها ما ايس عمل دي باساج معناها ما نجحش فيهم من الاول بالكدا لكن قاعد يخدم على روحه ومأمن بروحه واليوم تلعب في نيس تيتولير عندها في الليغ فرونسيز وفي فريق معناها محترم برشا هذا يحسب علي العابدي عكس احنا الملاعبيه تو نجيبوا فيهم في المنتخب واللي يلعبوا في سان باولو وفي هاكن وفي نمخوا في في في, في, في صورتهم وما عطاونا حتى شيء بارابول علي العابدي اللي كل ما يجي شفنا الروح والقليب واللونفي نتاعو باش يخدم في المنتخب هذاك علاش انا نقول نحييه برشا وعلي العابدي معناها البروغريسيون نتاعو مازالت خاطر الملاعبي كي تقع عنده هذيك الروح الاندفاع ويتحس به يحب يمشي للبعيد مالغري اللي معناها مو ساهل باش يلعب في نيس يتحس به مع بارابول لصحابه معناها يحب يتقدم برشا والهدف اللي سجله صحابه الكل مشاو له يبوسوا فيه معناها يدل اللي هو ستانتجري فيسا في كيب تاع نيس اللي هي مش سهله. مختار شفنا فرحه كبيره من علي بالبونت وتحس عبد حب يقول حاجه حتى من سيليبراسيون اللي عملها. سيفري هو راه شوف مسير يعني نشوفوا ملاعبيه نحن تو علاش تو حسب عم مجيد وني سيفري انه نحن الاغلبيه نتاع الملاعبين مشاو لفرنسا ما نجحوش الكل كي ترى انت العابدي من ليغ 2 يمشي ليغا ويلعب ضد شكون ضد البي اس جي هذو ماتشات ما تعاودش ديما بي اس جي مارسي ليون يحب اذا انه لاعب تونسي باش يكون تيتيلور اليوم تشوف يعني في علي العابدي يلعب يعني في كونتكست 3-4-2-1 يعني يلعب بيك سونتري خلينا نحكي اللي علي العابدي بار اكزومبل يلعب لهنا في تونس كوماريير غوش شوف التنقيط نتاعو 7.7 هو الحارس بولكا الحارس اللي تصدى لباريس سان جيرمان زاد واحد نتصور زاد كيف يعني كي تلقى ديمبيلي من اقوى المراوغين يعني في العالم معروف يعني كان يلعب في برشلونه وزيد حكيمي بسرعه نتاعو وتلقاه في نفس الوقت اللي عجبني فيه الجراه والكاريزما اللي عنده كيفاش يطلع على زوز ويمشي لقدام شي فوق الكوره مش عند الناس الكل وراه تضرب يعني في الشيفي نتاعو كان ينجم يخرج لكن طلب لونترنور باش يزيد يكمل وهذه حاجه تحسب ليه هو انه ما حبش يراتي الماتش هذا نتصور نحن الملاعبيه هذوما خلينا نقولوا موديل مثال خلينا نقولوا موديل خاطر تبعت الماتش البارح وعلاش تبعت الماتش خاطر ماهوش ايكيب لوريون ولا ايكيب بي جي ناس كل نتبعوها ونشوفوا الحقيقه بالنسبه لي انا الباساج كان به باساج رغم اللي ما لعبش الماتشات الاخرين كوم تيتولور كان هكا ما لا يلعب لون باسون مره يابط الماتش هذا كان تيتولير ابارونتير الحقيقه في اسبريم تاع اكسونتري ورا اليوم البعيد فما اصابه نتاع الريد جوش نتاع الاساس نتاع نيس على ذاك استغل الفرصه هذه اللي كما يلز اي خاطر ما كانش يهبط فهمتني وذكرني هذايا بالمحات تاع طرابلسي كي مشى لجاكس في تيست تاك وقت زاد القى فهمتي الارير دروا بك وقت اون ريمي باش لعب باش برك الله وعمل كارير نتصور انا نشوف علي العابدي بون الا لاج فوق 30 سنه تقريبا يعني 30-31 سنه علي 94 من عام 94 مو 30-29 30 سنه الى دو ليكسبيريونس انا بالنسبه لي انا ان شاء الله يكون لاباس خاطر كمل مضروب في الشيفي نتاعو هو البارح هو حسب تصريح المدرب نتاع الفريق تلقى اصابه البارح شفناه الناس الكل كي طاح وحب يكمل الماتش قوى على الاصابه نتاعو وحب يكمل الماتش وكي كمل لاباس شفناه كمل ومشى في دي كونتاكت وربح برشا دي دويل راهو اسمعني راهو الحقيقه راهو بي اس جي راهو من اقوى ليكيبات او نيفو اوفونسيف راهو هو راهو في الشيره يذول من اقوى الشيرات اللي في الاوروب كي تلقى ديمبيلي وحكيمي معروفين الزوز هذوم وعرف كيفاش يتفاعل معاهم وعرف كيفاش يتعامل معاهم انا نقول برافو ليه على خاطر هذايا نشوفوا التاريخ نتاعو كيفاش ضحى وكيفاش طلع وكيفاش مشى لفرنسا كيفاش كان في الليغ 2 كيفاش يطلع الليغ 1 تو في اول باساج ليه كوم تيتولور بالنسبه لي انا 7.7 بالنسبه لي انا تنقيط مع هدف الحقيقه ممتاز مش ديما نمركيو البي اس جي برافو على لعبتي فقط قبل ما نجيك ذاكر نعطيو مجموعه السي اس اس بدات تخرج نتائج القرعه تو بعض نحكي ونعلق واكثر على مجموعات السي اس اس معها سيمبا التنزاني شباب قسنطينة ديربي عربي وبرافوس من أنغولا طبعا نحكي أكثر على النتائج هذه ذاكر تقريبا نفس السؤال اللي سألته لانيس باش نعاود لك انت وانت تعرف مليح اللاعبيه وتعاملت معاهم وخدمت معناتها كوكيل اعمال اللاعبين ومازلت تخدم اليوم شنو هو السبب اللي خلى ملاعبتنا يلقاو صعوبات في فرنسا ولو اني ديما هي الوجهه الاقرب للملاعبيه التونسي شوف اسلام بالنسبه لي انا العابدي موديل
للخدمة والانضباط وللمثابرة في الكارير اللعب. التنقل اللي صار العابدي في فرنسا صار له كيفه كي كان في تونس، صعوبات اللي لقاه خاطر راهو ما نساوش وونيس يعرف اللي العابدي وصل لعبر الدروا وصل مرك معناتها ما عبر الدروا ومرك راهو العابدي. انا نذكر وين عرفناه العابدي، عرفناه في شبيبة القيروان ومن بعد تراجي ملعب تونسي ودار قبل كيف الرلوي ولعب فرلوي قبل كيف الرلوي نعرف. واحنا في النوادي هذه في الاقسام السفلى ما هي تو في الناسيونال تو ما فماش خدمه في اللي جا، معناتها الفورماسيون تاعو باش تلقاه في النيفو هذا في الاوروب وما صارتلوش فورماسيون بها في الصغر راهو ما ينجم يكون كان هو خدم ولا نادي مشالو في تونس بسهوله. وصل راهو في الملعب التونسي في اخيب فتره الملعب التونسي مع الاسعد الدريدي وصل هداف صحيح ولا يلعب كولوار يسار قدام يلعب قدام معناتها. والعابدي اللي صار له في فرنسا معناتها انيس لعب فرنسا بلاد القوه البدنيه وبلاد الفيزيك راك حتى نهار الراحه فيه حتى راهو اللي يعرف العلم بتاع الكوره راهو في الكبر تجبد من الصغر راهو مش لازمك خاطر كنت اون فور ماتش هذا سي سي بون تقول ماتش اللي بعده معناتها اللي ما خدمتوش في الصغر قاعد يعوض فيه في الكبر العابدي. والاسبري اللي عنده احنا نذكر وقت اللي صح في نيس نورمالمون صح في نيس من غدوه فما ليست بتاع ليكيب ناسيونال ينجم فوزي بزارتي يقول له اقعد على روحك نجم يستغنى عليه ماتش. قالوا ليه نحب نجي وجا ولعب والعابدي يلعب في اللاكس صحيح. انا توا حكينا عليه خاطرك الهدف وضد سان جيرمان اللي خلنا نشخصوا البشر قصه نجاح نتاعو صحيح. وتقول لي تضرب عنده ولا عنده العابدي عنده سبري كبيره برشا ونعرفه انا شخصيا خدام تحطه على البنك يخدم عنده السبري نتاع لي جوار افريكان خاطر احنا تحب نحكي على جوار التونسي احنا كي جوار باش يمشي يحترف في برا كي توصلوا للمطار نقول لي كرهبه هوني ودار وامور امريكا خاطر احنا تحب ولا تكره عايشين في الخيره به. جوار الافريكان كي يسافر يخلي 100 واحد وراه وقت اللي يقول له لونترنور تاع الكاردان ماهيش تليفون يكلم يقول راني راجع للترجي والاستاد ولا لا خويا بطلت يكمل يخدم تحطه في ليكيب ريزيرف يكمل يخدم يلعب تيتولير. احنا عندنا ونيسه باش نحكي له حكايه يعرف يلعب تيتولير تعدي ماتش كبيره وعادي في فرنسا الماتش اللي بعد تلقى روحك على البنك هاتي على خاطر فما اسبريت هذاك الاسبريت دو جروب. احنا بالنسبه لي هو ماركره ويمكن السيونس دونترمون يجي مخر باش يتفاجئوا عليه بالك يقول لك ما جاناش ولا حاجه. العابدي عنده اسبريت تاع لي جوار افريكان ويخدم وعارف وين الماتش هذا تمشي سون زونترمون بعد جا ماتش نيس تلقاه الاولاني ويخدم اكثر ويحطه على البنك يقعد ويهبط ويعمل نفس الرندمون على خاطر ضحى على خاطر حتى ماديا خم على روحه كرويا خم على روحه. والعابدي من اللاعبين اللي هو تعرف اللي يلعبوا في كلوار ومعناتها الخدمه نتاعهم فيزيك اغلبيتهم ما يكملوش العمر كبير برشا. العابدي انا نقول لك تو عمره 30 مازال عنده 6 7 سنين في سقيف في كوره. باهي خلينا نتعداو ونكملوا نحكيو على العابدي ان شاء الله يكون موجود في قائمه المنتخب. نعرفوا من اليوم الاخبار النهائي بعد الاصابه اللي كنا احكي عليها. المنتخب اللي قاعد يعاني في الفتره الاخيره من بعض الاصابات. الياس الصغير البارح تعرض للاصابه في مقابله فريقه ضد نادي بايرن ميونخ كيف الياس سعد قبله. باش نحكيو على الغيابات هذه معاك مجده، لكن حبيت اسالك بالضبط على الشوا نتاع فوز البنزرتي بعد تاكد غياب الياس سعد انه اختار ما يعوضش الياس سعد. كنا نستناو ممكن نشوفوا حمدي العبيدي، كنا نجم نشوفوا حمزه الخضراوي في المنتخب، لكن فوزي اختار يكمل بالمجموعه اللي عنده. كيفاش تقرا الشوا اللي عملوا هذا؟ شوف الكلام هذا قلته باش نعاودوا برشا مرات. المجموعه توا اللي عيط لها فوزي البنزرتي هي نفس المجموعه اللي عامين تالي خرج من برومي تور من كوب دافريك، نفس المجموعه شنو زاد فيها ونفس الاسماء اللي موجودين. شويه تبديلات شويه شوف. تبديلات مميش ما كانش بوش نيبا ما كانش لي شوا لي شوا راهو الناس كل تناقش فيهم. اما اعطيني انا شنو الفيزيون تاعي مع ليكيب ناسيونال هذايا وين نحب نمشي شنو انا ناوي باش نعمل في المستقبل. هذا كل ما مش قاعد يصير في المنتخب، كل ما نلعبوا مرحله ونجيو نعاود مشكي ونعاودوا ونعاودوا نجيبوا مدرب جديد ونعاودوا ومن بعد نخرج بريميتور ونخرج بريميتور كوب دي موند وكل شيء. احنا باش نمشيو كوب افريك هذا معناتها حاجه عاديه ومش معناتها سنسنا بشيء هذا وباش نمشيو حتى كوب دي موند. لكن
باش نعاودوا نفس الاهداف ونفس الاغلاط ونفس الحاجات اللي كل مره نخرجوا بديسيبسيون. دونك ما عنديش اون فيزيون صحيحه شنو هو اللاعبيه اللي لانسيناهم احنا في المنتخب تعدوا على السبع ونفس الاسماء اللي موجوده واللي عملنا بهم ديزيشيك ديما موجودين في المنتخب. يعني هذه الفكره نتاعي ممكن غلطه ممكن ما نعرفش، مي ديما نقول المنتخب هذايا ما عندنا مش نمشيو به لان ما غيرناش ما قيمناش ما عملناش خاطر حتى اللي موجودين في الجامعه وقتها مش لاهين بالمنتخب والتقييم منتخب وشنو يلزم كما عملت ناس الجزائر وكما عملت المغرب وكما عملت مصر ناس تقدمت وتطورت وتحسنت ومشيت البعيد وشفت المغرب وين وصل الكوب دي موند دمي فينال. هذا كله باش مش من الصدفه راه بالخدمه وبالفيزيون وبالرؤيه الصحيحه. احنا في تونس ما عندناش هذاك الشيء. دونك نناقشوا اليوم فوزي عيط ولا ما عيطش، انا بالنسبه لي مش هذا المهم، المنتخب هذا وين قادم باش نجمو نمشيو به. أنيس خليني خلاك في الشواب مجيد حكي أكثر عموميات. أنت الشواب متاع فوزي إنه ما بدلش من لعبة ذهب كيفاش تقرأ؟ عادي ما شهاب جبالي كان الأقرب الحقيقة كان ينجم. شهاب جبالي موجود موجود في موجود في الليستة من الأول. شهاب جبالي عادي جدا عادي إذا ما عوضوش خطر ما ثماشي ليمون ينجم يعوض طوى الحقيقة. خلينا نكونوا واضحين، أنت جبت على خضراوي نشوف اللي العظام نتاعو مازال تري الحقيقة، يزمو ساعة والحاجة يعاود يرجع في الكورسة في النادي الإفريقي أولا لأنه يعني الباساج نتاعو في النادي الافريقي حاليا البريباراسيون نوع الماتشوات اوفيسيال نوع باركور لو كلوب نوع باركور باش يكون صعيب شوي لانه يلعب في جمعيه تنتصر كل اسبوع كل اسبوع ثلاث نقاط جمعيه عندها جمهور في كل جمعه عندك 45 50 الف معناتها بالحقيقه وقت اللي دارات سمع بي عبي ورات جمهور الكلوب يعني بريسيون اخرى حياه اخرى. اليوم باش يرجع الخضراوي ويتكبس ويرجع الخضراوي بالبوتونسيال اللي عنده تكنيك سورتو تكنيك وذكاء اللي نعرفه في الخضراوي يزمو ياخذ وقت في الكلوب، يزمو يتعدى مراحل يتعدى برشا مباريات ياخذ اكثر ثقه في روحه. وانا ما تجينيش غريبه على البنك ممكن بوتيتر جمهور الكلوب الا الخضراوي برشا لكن يزمك تسيس عليه تفل راهو تفل هذايا انجون تدخل الجمعيه صعيبة جمعية تحب الكونفورماسيون تو تشويت العمر نتاع الخضراوي وليز اكسبيرونس تاع الخضراوي ما عاشهمش قبل بارابور اللي عايش فيه في النادي الافريقي اليوم. يعني بالنسبة لي انا الخضراوي عادي باش يكون موجود على البنك ولا ما عيطوش ليكيب ناسيونال لكن المستقبل كله للخضراوي. بالنسبة لي انا المستقبل الجاي كله يعيط للخضراوي لانه كان باش يخدم وكان باش يتعدى بالمراحل هذوما الادابتاسيون مع الكلوب ومع جمهور الكلوب مع الحياة الصعيبة. نأكدك انه خضراوي غدوة باش يكون نقطة من نقاط قوة المنتخب. نتصور اليوم سو لو بلون اوفنسيف عنده ليزاتو الحقيقة سي فوزي لكن توظيفهم مهم جدا. كهو نشوف انه اليوم الحقيقة يلزمش المنتخب يقف حتى على غياب. نتمنى زادة يرجع المنتخب يعيط من جابس ويعيط من تطاوين وقت اللي يبدا ثم ملاعبي بيرفورمون. ما عادش اليوم كي تحل قائمة المنتخب تعرف شكون موجود ومش موجود حتى بالزر انت ساعات تهبط تقول اي بنسبة 80% الا سامي اللي موجودة متعودين عليه. ما ثماش دي سوربريز ما ثماش اسامي تنجم تجي ملعبيه في البطوله اليوم ملعبيه ما نذكرش برشا لكن في جمعيات ثم ملعبيه عملوا بيرفورمانس باهيه. نتمنى زاد تصير دي سوربريز الحقيقه ثم بادره طيبه من ستاف تكنيك انه قاعد يتنقل الميادين الكل وقاعد يشوف في برشا ملعبيه لكن خلينا نكونوا زاد واقعيين. اذا 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 ثم ملاعب يستحق باش يكون موجود في المنتخب خلينا ناخذ انيشيتيف مع ستاف هذا لانه تونسي وكيسوا عثمان ولا قيس ولا سي فوزي الحقيقه يخدموا في خدمه باهيه ابروبو انهم يتنقلوا ويشوفوا المباريات الكل قاعدين في الكومونيكاسيون موجودين وان شاء الله النتائج تمشي معنا. لكن الحقيقه كما حكى جوبانتيني ما نوافقوش برشا لانه ما تنجمش تهدم منتخب تقول لي نفس الكوارث ونفس الملاعبيه ذوما اللي صارت معاهم ديزيشيك يلزمك تنحيهم. لا باش تعمل منتخب قوي يلزمك تلانسي الوليدات الصغار اليوم كيما مميش كيما بوشنيبه كيما خضراوي كيما برشا ملاعبيه تعطيهم. وليش عندنا احنا جوريت مثلا والله يدك علاش احنا نبدل ايش عندنا؟ تجي تشوف ذاك ما احنا كنا نرجعوا للقاعده نشوف انيس راه موضوع كبير احنا 2027 و28 ما عادش نلقاو حتى جوار ولد تونس من هنا من تونس جوار باهي راهو هاكا ما قلتش جوار كبير جوار باهي راهو كي تدخل للنوادي وتشوف انا عملناه في مقرين عندي المقرين تحت مني معناتها راهو سبعه فروع ساعه اونترمون معناها تيران ترتون
وساعات تنقص سيونس دونترمون من الأربعة، وساعات صغير ما يجيكش خاطر يقرأ. شو تستنى باش يطلع غدو؟ شو تستنى الكل هكل الفلتة اللي نحكيه عليها كل مرة نرميه وفلت؟ شوف ذيك مش تلقاها. أنا نحب نجيست نتفاعل معاك في نقطة حكاية الملعبية، ومن ثم ملعبي تاع كورة زويلي خرج من حومة عربي يمشي تستي بخمسين ألف، واللي هو ينجم يكون موهبة. اليوم البدعة ذي متاع التستويت بالفلوس، أنا نحب نشوف شكون طلع مورد رزق. أنا ليبوك ولا مختار ولا مجدة ولا العبيد اللي مشيت طلعت كوارجية سودي زون عملت كارير. أنا من السكولير خارج أنا من الدار راو ذاكر خارج من قدام باب الدار اختر لي قالوا يعملوا في تستويت بس بدري مشيت نلقى حظبة دخلوني بديت العمل ما عنديش أنا بس قولي خمسين دينار ولي ما عندوش اليوم علاش صعبوا فيها على العباد؟ يعني اليوم كرة القدم ولات للأغنياء. لا وتسكرها يعني استا وانت واحد تقولوا في العاصمة باش يدفع كل جمعية مثلا ما وفقوش ربي في الجمعية هذه شنو الجمعية أخرى كل جمعية باش يمشي لها يتستفاء عنده طموح باش يخدم ويوصل يدفع لها 50 و30 دينار. يا سامرة وموضوع كبير والنقطة صحيح. ممكن نحكي فيها ذاكر اليوم راهو اليوم الهيئات واللي يحسبوا في الباكيج عاملين له مسبقا باش نعطيو به شهر من العباد. يجي 1000 راهو اسمع يجي وراهو 1000 و2000 واحد معقول هذا؟ ما يعملوهمش نهار راهو. اي كيفاش تحب تخرج كوارجيه جمعه وكل اولياء تبدا طامعه يقول لك سي قعد جمعه في جمعيه باش ياخذوا ومن بعد ياخذوا نوامر برا وحتى نطلبوك. اي هذيك هي الحكايه قلت لك مورد رزق. اما اليوم كي اذا تحب نخرجوا انت شوف اليوم تونس ها اللي عندها ري دروا اللي عندها ري غوش واللي عندها تاكون ثم دي بوست كلي اليوم في المنتخب ناقصين خويا. اليوم ما عادش عندنا في البطوله الملعبيه قبل تحل قجر تلقى 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 جيب زياد جاموسي من الانيس جبت الموضوع هذا ان شاء الله سليم نهار يعني موضوع كبير برشا راهو موضوع وين راهو ملي الاكاديمي وليت بالفلوس من حقهم يكونوا بالفلوس. اسمعني انا مره عطيت برنامج خويا بالفلوس تكون تحت ظل الجامعه ولا الوزاره وانت تمولها وعندها 100% الوزاره والواحد. واما ايش نفسر لك حاجه راهو الاكاديمي بالفلوس راهو تتحل من الاول محلاها ومن بعد راه وقت اللي الانترنور معاش يخلصوا مولا الاكاديمي ولا يجيب في ولدوخته من الدار يا ذكر راهو شد زفاره للصغار جريمه راهو ثلاثه ضد ثلاثه. انا عشتها لولدي نعرفها معنت جريمة في حق كرة القدم. أيوة. ريت هذه جريمة علاش راهو الكرة ذي ولت للأغنياء فقط للمعب اللي ميسور الحال واللي بوه ميسور الحال يهز الكرهبة ويدخل ساعة من الباب البراني اللي ما عندوش الحق يدخل. أنا نعرف خنكملك ذكر خنكملك الباب اللي ما يتحلش اللي ينترديع على الأولياء مرسيدس وتحطوا الباب يتحل ويدخل والوليد ذيك معز مكرم وتلقى ملعبية خويا لا عنده لا تيلي لا عنده لا ويل لا عنده راه شكون له مبعوث توانيس دو دو يحب يلعب الكورة عادي تو تبارك الله تلقى واحد صغير قد انا والقوبنتيني وانت هاك كبر يجي لهم ويقول لها تشوفوا ذاك خليوا لي شرطه تشوف كيفاش شوالي عادي نحب نحب نعرف كيفاش شوالي اللي باش نقول لك انا حاجه ونحب نعطي ميساج بالله من المنبر نتاعك في ساعه في ثواني مربوط بالمنتخب لا هذه كله مربوط. انا عندي امتي ميساج نحب نقول للاولياء هذي اللي قاعده تكرتي في الاولاد الصغار سوا ديزون اللي هما دوي وزوي ولا ما عندوش شكون يضرب عليها راك تصرف تو وتصرف الكادي وتصرف الجينيور وتصرف الاسبوار اما السينيور ما فيهش اما السينيور راكي باش دخلت هنا الجمهور يتولى راهو ما عادش يقيم فيه اكس ولا ايكغريك راهو الجمهور هو اللي باش يقيمه يعني راك اللي باش تصرف وتوا زيد كان ولدك دوي وكواجي خليه ولاد الناس وما تضرش ولاد الناس هذا ميساجي معناتها. مختار خلينا ناخذ كيف رايك في نفس الموضوع تشاطر انيسكي يقول لك بعض الملاعبيه فان الهناهم كيما الخضراوي والا العبيدي معناها فوز البنزرتي اختار انه ما يجيبش ملاعبي في بلاصه الياس سعد ويخلي نفس المجموعه في المقابل حتى ملاعبي معناتها باش يفرض الافكتيف اللي عنده. هو خلينا نفهم انه النوايو موجود نتاع 15 16 لاعب ديما موجود ديما النقاشات تكون في السبعه والثمانيه ملاعبيه اللي بعد ال 16 بين تصور بار اكزومبل خلينا نربطوا الموضوع هذا اكزومبل نحن علي العابدي نقولوا مثلا ما نجمش يشارك في المباراه هذيا يعني تستوجب راحه 10 ايام ولا الجمعه وان شاء الله لاباس باش يجيب الشيرني نتاع لافال باش يهبطوا هو قدام حسين بن علي وقت اللي انت تاخذ ان شوا في البريمي جوور والدوزيام جوور انك هذاك الدوزيام شوا ما نجمش باغ اكزومبل حسين بن علي موجود تجي تهبط الشيرن اللي هو قيمه ثابته زاد نقولوا نحن باش تهبطوا هو قدام نتصور باغ اكزومبل الوقت اللي تضرب باغ اكزومبل السخيري ولا ما هو شنو هو دوماتش في دي جور يعني ما نعرفش يعني ذولي عامل البلون دو جو نتاعو عامل شكون باش يلعب تبقى الاشكال برك نحن سي فري انه ما عندناش بونطه هذه حقيقه اللي قاعدين كل مره مثلا في ليزارا اللي تيرو الحقيقه ما موجودين تو اكتويلمون على مستوى عالي على لا على مستوى الموجود في تونس مستوى محلي لا تو كي نحكيو نحن شكون عندنا في مستوى عالي نحن في تونس علاش ما خرجش تونس لا تو تو نحكيو تو احنا نحكيو تو نحن قيمتنا في جي كوليكتيف نتاعنا فك الخبث نتاعك كيفاش نسرقوا ماتشات ثم ماتشات ثم ماتشات
نجيو معناتها سور انديفيدواليتي كيما نحكي ليبوك حاتم نجم يعمل مونتي على اليسار كلايتون سوا ديزون الحقيقه كنا لي تاش نقسموه سور لو بلون ديفونسيف ثم موت ماتش ويت القرحه تستحق الاربعه التالي تستحق العياري سور بلون فونسيف تلقى شوا المدرب يلقى شوا لكن انت ما فهمتش هي علاش قلت لك علاش انا قلت لك مختار البطوله اليوم ما عادش فيها كل لي زاريير لكن زاد ريزمو باش نبراو سي تانكسيال خرجناه على اليمين باش تبدا تعرف لكن ريزمو انه فوز البنزرتي على الأقل نحن تو حتى كمحلين تو ستة شهور ثمانية شهور التاني يقولوا معناش برودوي تو الحقيقة فما جوارات اللي بدأت كما مميش باري اكزومب كما راد بوشنيبا كما الخضراوي كما ايت مالك يعني قاعدين يدخلوا المنتخب بشوي بشوي وباهي هذه الحاجة الباهي أما أنا باش تقول باري اكزومب كما قالت تو مجدة انه فما تقييم وبروجي عمرنا لعملنا تقييم ولعملنا بروجي صحيح علاش دونك هذاك علاش ما نجحش شوف انت فوز البنزرتي ايش قال خلي ليكيب ناسيونال سيلكتيال سيلكتيال تو كل مدرب يخمم على ريزلتام يخممش يقول لك انا بور انتجري اكس ولا غري وزيد مختار شنو مشكلنا احنا اليوم تو عندنا بروبليم داتا كو في العالم موجودين فما دي دوسكي وفما فما دي زاتاكو يعمل فما دي زاتاكو خويل ايه فما في الأوروب دي زاتاكو يخبو الدنيا خانكم مركز شوف اللي ساعد اللي غايب تو لعب دو ماتش شوف ليه شو رد مولي عطان في البوندس ليغا متقلق في نحكي لك في الليكيب ناسيونال في تونس ما لعبش برشا دو ماتش تحكم على الملاعب لعب دو ماتش الملاعبي كي وقتاش دو ماتش لعب ما في الكوب دي موند زي ما تاع الكوب دي موند ضد غينيا وضد الليكيب اللي لعبنا معاه ما كانش سيء ما زاد تري مويان انا فرش فيهم دو ماتش وانا نتبع فيه تري مويان كيلكونك زاد عندنا برشا ملاعبين مالكيو في البوندسليغا احنا يا اليس يا سلام كي تجيب ملاعبي من برا ويدخل في المنتخب راهو يسامبوز مش استناس ما نستنى حتى ما لعبش برشا الكاليتي نتاعو تظهر مريش حد شيء وكي يرجع لألمانيا أو به هذاك في جمعيته في النيفو انترناسيونال واحد يبدأ به في جمعيته سمحني مجا ما نسألوش علاش واحد يكون هوني به واللي خايب شلو باش تكلموا على الأمبيونس الأمبيونس اللي بس عليها الأمبيونس ملاعبي ولا ماكش ملاعبي تي تنبوز ولا تظهر لكاليتي متاعك ولا اسكو السيد هذاك يتقلم على مع الأجواء التونسية يتقلم على الأجواء الأفريقية الصفر بتاع تسعة سوايع عليه جبنا الخزري من الأول ترشخنا خاطر عنده شخصية وعنده قوة هذايا ملاعبي كيلكون نقولوا احنا ابسول يا سعد انا نعطيك حاجة علاش قلت لك ماناش فيزيون اليوم عندنا ثلاثة ملاعبين ديزاتاكون اللي مشروع نتاع ديزاتاكون في تونس صدق الديدة عمر بن علي والوليد زين الدين كادر هذو ما نجيوش في فاليز انتجري في ليكيب ناسيونال يا فوزي بنزرتي لوج على رودريغو روديغيز مال دونك اش معناه؟ إلا وجع الأكتويل هو ما يحبش البروجي يقول لك أنا أعطيني الأكتويل نحب نربح هذاك علاش الفيزيون تاعنا غالطة ونجيب رودريغيز معنا مش نمشيو أنت فوز البنزرتي كان يخسر ماتش جزر القمر أنت ما تسكتش عليه زاد تقول شنو اللي شوا هذو لا لا جنتيكر أنسون نوفو في ليكيب ناسيونال ونخليهم يعيشوا أجواء ليكيب ناسيونال ونحضرهم فما الكورتيل موين تيرم الكورتيل تو موين تيرم عندك كوب دي مون هذا بروجي خويا مجيد حتى حد ما عندناش البروجي هذايا والله أنا قدامك والله أنا نجحوه خاطر ما نفكروش نفكروا كان في الوقت الضيق نتاعنا علاش الجزائر تطورت وعلاش المغرب تطورت وعلاش مصر تطورت خاطر الناس تفكر القدام احنا نفكروا ضيق نحبوا نعملوا لا كاليتي دي جور اللي عندهم يلعبوا في مستوى عالي سيدي على لا, 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 لا 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 حتى لا 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 فما نيس اش قلنا نحكيو تو ما عندناش ملاعبيه في مستوى كبير ايش نقول لك راهم لاعبي تحطوا اون كونفيونس تعطي ثقه ناكد لك الاولاد هذوما خير من يا ما شاء الله ما يبطاوش تو كي تشوف يمين يا يمال نتاع البارسا ما نفكروش يخدم لازم لعبيه دوي راه وحنا لهنا يلزمك هو تعدي على الماكين وتخدم عليه سبيسيفيك وتحطه قدام الكاج ليه خليني كمل صدق الديدا عنده دي كاليتي انا مع انا بالنسبه لي عنده دي بوكو دو كاليتي داتاكون صدق الديدا من الان دي ميرو تاكون تو في تونس انا بالنسبه لي ما عيطلوش انا خير من رودريغيز خير من رودريغيز تو في الوقت الحاضر رودريغيز اولا يحب ولا ما يحبش سالته انت سألت روكي دياس تحب تجي ولا ما تجيش ما سألتوش لكن ترجي تساعدة تنحي واحد يترونجي ولا تحسب توسي رودريغيز يستنى لازم لعب ما شاوروش تيو انت ساعد يقينا معه مشكل باش يستدبت معنا في الاسبيرونس هذا يكون تقولوا لك يستدبت معنا في تونس شاورت انت رودريغيز فما حاجة أخرى بالله خلينا نحكي الكرة وانت حسب رأيك سيد فوز البنزرتي يقول أن باش نجنس رودريغيز ويطالب الجامعة ما غير ما يشاور رودريغيز ما عندوش علم ما عندوش علم ما نتصورش مختار ما نتصورش مختار فوضى في الكرة في تونس فوضى راهو الكرة من أصلها في تونس ناقصة تعطيل مسؤوليننا ناقصين تعطيل مدربين ناقصين تأطير راهو توا في العالم الكرة
ما نحبش نتكلم على حاجه اخرى تو في الخليج. لا سمحني ذاك خلينا في السؤال. لا 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 انا جاي انه رودريغو رودريغيز ما يعلمش انه السيد الناخب الوطني يحب يجنسه هو ما يعلمش. مختار علاش قصيت عليه الحقيقه؟ مش خلط لك حاجه كبيره. احنا نعطيه وتعطيه. شو هو التعطيه؟ تو كي سمالك ثلاثه ولاد صغار. اسكو هي المشكل في الكاليتي وهما الدوي؟ اسكو نمشي نرميهم رميان ولا فما تعطيل؟ حتى المسؤول احنا المسؤولين ولعبنا كوره تفيق بالانزل انترون من المسؤول تلقى التيتولير معنقو وكما كنت تحكي محمد الفيوليس واللي مش التيتولير مش معنقو وجمع اللي بعده تتخيل. انا ذاكر باش نمشي معاك وخذيت عهد على روحي صافي تو عامين ثلاث سنين الموضوع هذا ما عادش ندخل فيه. جات جينيراسيون فيها قرب وعزيز عبيد والمهري ورجال تونس خرجت خلينا نكمل لك ورجال تونس خرجت والتتبيل وانا واحد من الناس راني غلط وغلطت في حقهم زاد الملاعبين انا ما عادش نحب نعاود هالغلطه هذه. هو يحكي على قديده انا قديده نخاف عليه اليوم كول جمعيتي اول حاجه يزمو في الستاد يعمل بيرفورمانس ونخدم عليه ونخرج منه الجيس ومن بعد تو نحكيوا على الكلاسيكو خاطر احنا كي نحكيوا هنا ونقولوا في قديده وكذا وكذا واكس واكس اسمعني في هذا راهو قاعدين نضروا في اولادنا انيش لازمنا نعرفوا لعب 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 مع كيف معناتها اكسبيريونس مازال لا 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 مازال شوف الكاليتي نتاع الملاعبي تظهر مش مازال الكاليتي 17 سنه كانوا يلعبوا سينيور الكاليتي نتاع الملاعبي انا فوصلت ونقيم ملاعبي بقديده وشفته يلعب ضد الجيب تاع الجزائر. فقط سؤال مجد قدام كان بونتو شنو هو قديت في الشامبيونات ولا في بارتو من اللي لعب شوف شوف الكاليتي ده نتاكون فادي مالكا بونتو معناها لا لا معناتها مالكا بونتو ضد ليكيب تاع الجزائر اللي عندها ناك سنترال شوفروني وديكسبيريونس بيان وقتيت الشخصيه نتاعو كيفاش ياخذ الكوره يكونتروليها وكيفاش معناها يحط بدنه معاهم تحس بملاعب في حاجه على قديده تو بيكملوا معاك يعني توا قديده في مراحل التكوين مع ماهر الكنزاري قاعد يخدم عليه سبيسيفيك الملاعب هذا في طور انجاز نتاع انفري اتاكون للمستقبل نتاع تونس خدمه كبيره مع ماهر سو لو بلان سبيسيفيك سو لو بلان تكنيك قدام الكاش خدمه كبيره الور اعطينا للوقت الملاعب هذا عام عام ونص من بعد نحكي على نحكيو على الكره برك في التيران احنا هو قال كلمه باهيه انا والله قديت كان هذا يعرضني ما انا ما جاوبتنيش على السؤال باش يجي كي باقي حسرتني انت نجي انا كان يعرضني في الشارع ما نعرفوش يا وليدي نجم نفهم الكورة يا وليدي راه الكورة مش كان تيران و 4 4 2 وسبيسيفيك يا وليدي فما حياة الخاصة راهي تضر الكورة راه اللي تحكي أنت كي طلعت أنت وقت أنت كي طلعت بوك ما يخليكش تلعب كورة أصلا توا البو يستنى باش ولده يلعب ماتش باش هو يبدا يبدا قاعد في القهوة باش يقولوا له هكا ولد فلان وول ما يعمل اسمعني يا مجيد وخي انا راني نأطر فيهم ونعرفها راني خدمتي لبرا هذه خدمتي راه بربي ما خير جزيري توا توا اعطيني توا لافونسوت اللي موجود في الكيب ناسيونال اللي هو الجزيري اعطيني رودمون جزيري بتاع في الكيب ناسيونال نتاعو ومازال نعيطوا له يا مجيد ما فما حقيقه مازال حقيقه خلينا نحكيو في علاش ما نعيش جزيري ونحطوا للصغير يا ودي خلينا نحكيو كيفاش باش نحطوه علاش نفلسوا ونعملوا في واحد توا الكورة أنا راني قريتها قراية لا ما رودمون أعطيني نجاوبني أنت جاوبني شنو رودمون بتاع الجزائر في الكيب ناسيونال علاش نجاوبوا على عطيش من شونس خذا وشنو أعطانا احنا مانيش نعملوا في التحليل نتاع ماتش السيليكسيونير باش يجاوبك راهو يعطي أنا مانيش أنا مانيش نجم نجاوب خير منه لازم الكورة نتاعك أنا نجم ما اسمعني سي مجيد أنا راني ما عادش نحكي واش تكون نحى وشكون حط ونربحوا ولا نخسروا احنا عندنا نحكيوا على مستقبل المنتخب التونسي مستقبل توا بداوا يظهروا ثلاثة جوارات إكس يغريك زد خلنا نعملوا تحليل احنا شفنا تو في الجزيري ولا فوز بن زرت اسكو هذم كي باش تحطهم في 12 مليون تونسي يتعدى نهار لايف ونغدو عليه ويعقلوه يولي في الكياس هو ما يعمل يعمل كلها بلار في يومين اسكو شكون باش ياثر يقول له راه تلعب كورتك ويجي وكي نكون كيما كنا نحكيو على عبدي شنو هو الاسبري نتاعو عديه على الماكينه في مخه ما تعديش الكره ضمناه سقيه ضمناه اسكو من بعد يشد قدام الجمهور كيما كان يحكي لك قلنا والله وينو من مشي سمير ديزافونسون ترى نمشيو نسمي لك كان واحد اسمه رحيمي في النادي الافريقي يقول راه يسمع فينا راجل كبير كريمه صحيت من الاقوى ما خلق عوين الله في النادي الافريقي مازال لعب ضد سيسا كالبوت الماركي خليل عوناد صحيت الطفل دراوين مشي اسكو هو تاثر برا الكوره سيء ضمني بالانتماء انا علاش قلت له قديده خليه على جنب لانه اول حاجه سيستم بروجي نتاع كلوب ثاني انا نعرف الملاعب شنو اللي تعدى به صحيح. هو في مراحل تو انا خاف على انا اول حاجه انت تحكي من منطلق منطلق الانتماء
حياتي تعرف حياتي خاص بيان سور. هو تو كي نجيو نحسبوا انا ساقي يلزم يكون في القاعه تو يخدم مع ماهر خدمه كبيره ما عندكش فكره سور بلون تكنيك سور بلون بلاسمون على المستوى الذهني على مستوى التحركات الذهني يعني عمل كبير. انا بالنسبه لي انا قديده ليكيب ناسيونال العمر يخليه ما ينجم يكون مستقبل لكن حاليا الملعب التونسي يلزم يستفيد منه يلزم يخدم في المال ولا هذاك الدوي من عند رب زعما تتصوروا بك الاسبيري اللي عنده ويكلم في الكبار ويكون في الكوفرتور في الشانجمون يخرج عادي تحسوا جوار عنده زعما ذاك زاد دوي من عند رب فما شكون ياثر فيه فما شكون ياثر فيه من صغر وانت طالع نكملوا بالله طولنا في شويه انا معاك تعرف علاش معاك هو اش قال سي عم مجيد لهنا وقت عندنا مشكل هنا في لي زاتاكون بوركوا با عندنا ثلاثه نجمو نخدموا عليه حل من الحلول خير ما نمشيو رودريغيز نحبوا نجنسوا له باريكزوم وقت اللي انت سيف الدين الجزيري لعب مثلا 72 دقيقه في ما نعرفش انا في فتره تاع اربع شهور ولا قداش زاد مش معقول كنت تنجم تشوف حل اخر وقت اللي انت زاد اغزل لفات انه ما نحبكش متناقض انت هنا مختار لو انت ما يفيد كنت قاعد لحظه ما فيش كمل ما يفيد كنت قاعد بحذايا لهنا تحكي لي على حمزه المفلوثي عيط له وتا تقول لي جزيره ما يعيطلوش نفس الوضع لا ما فهمتنيش نحن عندنا مشكلكم لي زاتاكون عندنا فيهم مشكل هذه مشكل اما في لي زاكسيون عندنا برشا في لي زاكسيون انت حكيت على الموضوع علاش ما قلتش مثلا في نفس المركز سامحني مختار يا اخي سامحني سامي هلال مثلا اليوم كي باش نحكيو على العاطفه ونحكيو على وي يا اخوي ما نحكيو على البيرفورمانس اليوم بشير خلوق ونعرفوا بشير حتى سامي هلال قبلهم الكل انا بالنسبه لي انا لانه اليوم تظلم سامي هلال الحقيقه انا مانيش فني وانت اليوم تعيط بشير بن سعيد ونحكيو على الكومبيتونس ونحكيو على بيرفورمانس سامي اولا من الناسيونال ما عندكش مشكل تاع كادينيت اللي كيما الناسيونال عندك مشكل تاع اتاكونيت ما عندكش مشكل تاع اتاكونيت انت انا ما نعيطش ملاعبي اتاكون فشل ونعود له ونعطيه دي شانس حارس احتياطي زاد في جماعه ميس بن سعيد كلهم لابس عليهم لا لا حق ناس المشكل شكون اللي واضح تكون انت شكون اللي مش شكون طولنا فطولنا جزيري شعطاه لك مثلا نحيلي جزيري شكون باش تعيط انا قلت لك نخمم القدام نتكلم مع بعض نخمم القدام نحطك سميتك لازم اتاكونيت دافنير منهم عمر بن علي تاع سي اس اس الكادم تاع ترجي و اليوم اذا يلعب في ستونجيه تيتولير ولا معناتها مش حاجه هذاك علاش مجد هذاك علاش مجد وحتى ناطرو وحتى لين تلابي لونتونور وحتى يخدم له سبيسيفيك حل الحلول هذاك علاش مجد نجح في التدريسي سي بون واضح هذاك علاش مش على فكره مش لا 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 رد بالك اسمعني اسمعني ما انا انا بالنسبه لي انا شوف مجد علاش قلت تدريب ثلاث اربع جمعيات انا كنقول على مجد نجح في التدريب لانه الفكر نتاعو انه يعطي فرصه للشباب هذا اللي ما فهموش في بالو يحكي على السيفيز نمشيو الفاصل القصير الموسيقى وبعدنا نرجعوا نكملوا الحصه نتاعنا اليوم